طيب احنا كان النهارده كان في احتفاليه لجريده المسا، كانت عامله احتفاليه كبيره تكرم فيها كابتن الخطيب ومجموعه من اللعيبه على مستوى افضل اللعيبه في خلال الموسم. نشوف التقرير ونرجع مع نجومنا الكبار. النهارده حاجه يعني كبيره جدا، وفي الحقيقه يعني اوسكار يعني تحفيز، يعني الافضل، الافضل في السلوك، الافضل في الاداء، الافضل في كل حاجه. في الحقيقه احنا اكيد بندعم كل يعني حاجه كويسه للمجتمع المصري، واللي عايزينها تكون قيمه مضافه مع الرياضه بكل جوانبها، واحنا مستمرين فيها. هنقابل شباب وهنروح للجامعات وهنروح لشباب الانديه، مستمرين فيها ان شاء الله، يعني لان ده يعني اكتشفنا ان هي مبادره مهمه جدا، ودايما توجيهات القياده السياسيه في الحقيقه ان الشباب المصري يكونوا افضل شباب، ودايما احنا نتصدر كل ما هو مضر المجتمع المصري، واكيد يعني ده شيء مهم. الحمد لله، هو تتويج اصلا مش تتويج ببال شوي غريب، بس تتويج للمنتخب الاولمبي. اذا كنت انا بعتبر ممثل لهذه المجموعه، من جهاز، من لاعبين، من اداره في الاتحاد، من كل شيء. فاي تتويج بيتم في كره القدم لأي حاجة تخص المنتخب الأولمبي هي بتخص كل هذه المنظومة الرياضية، فببقى سعيد بيها طبعا، وخاصة إن احنا في موسم 19-20 لما تيجي تشوف عدد المباريات اللي لعبناها، اللي هو بدأت من سبتمبر 2019 لغاية آخر 2020، هو بداية الموسم. احنا لعبنا 10 مباريات دولية، 5 رسمي و5 ودي، كسبنا 9 وتعادلنا ماتش. الحمد لله احنا بذلنا مجهود كبير جدا، وبفضل كل الزملاء اللي معانا في الاتحاد. الانجازات اللي حصلت دي نتيجه جهد تم من كل فرد في منظومه الاتحاد المصري لكره اليد. النتائج اللي حصلت دي علت سقف الطموح عند الجماهير المصريه بالنسبه لكاس العالم القادم ان شاء الله 2021 في يناير القادم. هنحاول نبذل مجهود كبير ان شاء الله عشان نرضي الشعب المصري ان شاء الله. احنا طبعا الحمد لله احنا صعدنا السنه دي، يعني كانت سنه صعبه جدا علينا السنه دي، بس الحمد لله قدرنا نحقق كل طموحات جماهيرنا اللي كانت متعطشه اللي احنا نصعد تاني نرجع لمكاننا الطبيعي. الحمد لله رب العالمين، يعني عاملين تيم محترم ان شاء الله هتشوفوه في الدوري ان شاء الله، حاجه مشرفه ان شاء الله باذن الله. جايزه اكيد طبعا من مؤسسه كبيره زي مؤسسه الجمهوريه جريده المساء، وبالتالي دي بتعني لي حاجات كثيره جدا. الواحد في مشواره الاعلامي لقناه الاهلي كانت سبب فيه بعد ربنا سبحانه وتعالى، فده حاجة أكيد تشرفني، وحاجة أكون مبسوط أن أنا أبقى موجود وسط كوكبة من الإعلاميين، وكمان تكريم النادي الأهلي. طبعا بص، أنا من الجيل بتاع الجرايد الورقية قبل التكنولوجيا الحديثة، فطبعا كنت حريص أن أنا أبقى موجود مع القامات الصحفية والإعلامية، وحاجة تسعدني وتشرفني. من حسن الطالع أنه يعقد أوسكار 2020 لأول مرة تحت شعار في حب مصر لا للتعصب، بحضور كوكبة من النجوم على رأسهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس القلعة الحمراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومعالي وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وكبار نجوم مصر.